السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. وكما تعودنا حبيباتي قبل أن نبدأ بشرح الدرس، ينبغي علينا أن نتعرف معا على القيمة الشهرية لهذا الشهر والابتكار، والقيمة الأسبوعية وهي الصدق. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان يوم بدر يوم الفرقان الجزء الأول. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهداف الدرس. فالهدف الأول أن تشرح الطالبة أهم الأخطار التي كانت تشكل تهديدا لاستقرار دولة المدينة. الهدف الثاني أن تذكر سبب غزوة بدر الكبرى. والهدف الثالث أن تستنبط موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في اتخاذ القرار الحرب. أولاً، أهم الأخطار التي كانت تشكل تهديداً لاستقرار دولة المدينة. هجر النبي صلى الله عليه وسلم حبيباتي وأصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة. وبعد أن وصل إلى المدينة، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم جوانب الحياة فيها، ولكنه فوجئ بمكائد قريش تلحق بهم. فقد كتبت قريش إلى المشركين من أهل المدينة تحرضهم على قتال المسلمين وإخراجهم منها، كما تعاونت مع بعض المنافقين للكيد بالمسلمين. وبذلك أصبح الخطر يهدد المسلمين داخل المدينة وخارجها. فأذن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حبيباتي يرتب السرايا والدوريات العسكرية بهدف: أولاً الحذر من تربص المعتدين بالمدينة وتأمين أطرافها، ثانياً التضييق على قريش بالتعرض لقوافلهم حتى يشعروا بالخطر على أنفسهم وأموالهم وتجارتهم، بالتحديد تلك التي كانت تمر بأطراف المدينة. ثالثاً، تحالف المسلمين مع القبائل الأخرى القريبة. لماذا حبيباتي؟ لضمان عدم اعتدائهم على المسلمين. هيا بنا حبيباتي لكي نذكر معاً أسباب معركة بدر الكبرى. في السنة الثانية من الهجرة حبيباتي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة يعترض قافلة قريش ذاهبة إلى الشام. لماذا حبيباتي؟ للتضييق عليهم وإشعارهم بالخطر على أنفسهم وأموالهم وتجارتهم، ولكن القافلة أفلتت من أيديهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوع القافلة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب، طلب الرسول من الصحابة أن يخرجوا معه ليعترضوها، فخرج معهم 314 رجلا. ولما بلغ أبو سفيان الخبر، أرسل رجلا إلى مكة ليخبرهم بالأمر، وغير أبو سفيان طريق القافلة كي ينجو بها. وعندما علمت قريش بذلك حبيباتي، جهزت جيشا يزيد عدده على 1000 مقاتل، ثم جاءهم خبر نجاة القافلة، وبالرغم من ذلك حبيباتي تابعوا مسيرهم لقتال المسلمين. لماذا؟ أحسنتم حقدا على الإسلام وتكبرا على المسلمين، وأيضا الرغبة في القضاء على وجود المسلمين في المدينة المنورة. والآن حبيباتي على كل طالبة أن توقف العرض لمدة دقيقة، ثم تقوم بالإجابة شفوياً على هذه الأسئلة بمفردها. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تفتح مصدر التعلم صفحة 69 للإجابة على السؤال الأول. اذكر سبب يوم بدر. أحسنتم حقد قريش وتكبرهم ورغبتهم في القضاء على الإسلام. هيا بنا لكي نتعرف معا أو نستنبط معا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في اتخاذ قرار الحرب.
فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش إلى بدر، استشار أصحابه فقال المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين: امضي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك. وقال سعد بن معاذ وهو من الأنصار: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك. على كل طالبة حبيباتي أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 64، وذلك الإجابة على النشاط الموجود بالصفحة: لو كنت في ذلك الجيش ماذا ستقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا حبيباتي، أحسنتم، نحن معك يا رسول الله أينما أردت. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه. بعد أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم معلومات دقيقة عن جيش المشركين، سار مسرعا ومعه أصحابه إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر ويمنعوهم من الاستيلاء عليه. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أدنى بئر من آبار بدر، ولكن الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، انهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم ندفن ما وراءه من الآبار، ثم نبني حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على فكرة أو رأي الحباب بن المنذر. وتحول الرسول مع جيش الصحابة إلى المكان الذي أشار به الحباب رضي الله عنه. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 65 للإجابة على النشاط الموجود في بداية الصفحة. بعد قراءتي لموقف الحباب، أحلل هذا الرأي وأبين فوائده لجيش المسلمين. الموقف يدل على الإحساس بالمسؤولية والخبرة والذكاء، ومن فوائده المحافظة على قوة المسلمين وإضعاف جيش المشركين. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 69 للإجابة على السؤال الثالث بمفردها.